أنا نهي العابدين يعني 88 ونص. هلا العمر بالنسبة لإلي دايما بقول هو رقم ما بيعني لي بنساه. كان عندي وجع ركبت فقال لي الحكيم إنه لازم تعملي رياضة. فتت حقيقة أول ما فتت كنت مخجولة كتير إنه أنا وصهري وحفيدي فاتي عم نط وعم بلعب رياضة. بلش بالتدريب رجعت لورا وقفت آخر واحد صرت كل ما يعطي حركة اتلبك ما كانت مسيطرة علي نوعا ما الخجل. لما أخذت الشهادة أنا كنت معلقتها بالحيط بس بعدين قالوا لي إنه هاي ربك بحاسبك عليها لأن إذا ما بتفيدي غيرك شو معناتها معلقتيها بالحيط. ففت بهيدا وحبيتها لما صرت إني أقدر ساعد المرأة تطلع من القوقعة تبعها. ما بنعتبرها مدربتنا، بنعتبرها مثل امنا يعني، وبالاحرى يعني بنعتبرها الملهمه تبعيتنا. كيف ملهمه؟ يعني بنشوف فيها مستقبل نحن بنحلم انه نحن نوصل له. أنا لما فت عملت عملية السرطان الدكاترة كلهم قال لهم دخيل الله صوروها عم برقص عم غني عم بضحك. قال خليكي شوي يا شو في أنوثي. لا أنا أنوثي بهاي الشيء، هاي الأنوثي. الميك أب تبعي كتير بسيط، مش أنا بقوم الصبح شوية بلاش بس اليوم لأنه عندي هيدا حطيت ماسكارا. إيه نفس وبرجع سير. لكل حدا حاسس حاله إنه هو بس خلق بهالدنيا بس ليأكل ويشرب وينام ويشتغل وإرهاقه فهيدا غلطان. ياريت بيفكروا انه قديش الرياضة هي بتعطيهم حافز انهم يفكروا الحياة اكبر من هيك بكتير واعظم من هيك بكتير.